المسابقة غير. اليوم الله يسلمكم راح يجونا ضيوف، والضيوف راح يطلبون عن طريق في ثرو ابلكيشن، وقبل لا يمشون راح يقيمون، وبناء على هالتقييم يا ان شاء الله تأهلون للمرحلة النهائية من المسابقة او مع السلامة. نبي كثر ما تقدرون المكان يكون نظيف، نبي الاطباق كلها تطلع مثل الثانية، حاولوا كثر ما تقدرون ان الاوردرات ما تتأخر، ترى اليوم المفروض انه في ضغط، واليوم ترى القرار النهائي مو بس عندنا، اليوم ترى بالنهاية في ناس راح تقيم، والتقييم النهائي هو اللي راح يحكم اليوم ادائكم شنو راح يكون. انتوا قدها موفقين. الحكام في حلقة اليوم الشيف عمرو الرفاعي، مؤسس مطعم باربا وسولو بيتزا. الشيف فيصل النشمي. فيصل النشمي شيف كويتي في مجال المطاعم أكثر من 13 سنة، وعنده شهادة من جامعة لي كوردن بلو الفرنسية، وهو شريك مؤسس ومدير العمليات في شركة المكان المتحدة، وهي شركة إدارة مطاعم تملك 8 علامات تجارية داخل وخارج الكويت. حلقتنا اليوم في 360 فود هول راح نشوف الفريق اللي راح يفتتح مطعمه لمدة يوم، وبالتحديد في Off the Menu. First order يا جماعة popcorn shrimp and one soft taco shrimp. أوه عاد اليوم كنت بطلب كنافة. خرعوني أول شيء لأن قالوا لي كل الأطباق فيهم مانجا، أنا ما أكل فاكهة ولا أكل مانجا أصلاً. لا تقول لا قبل لا تجرب الأكل. إذا خلص قبل it's good for you. وإذا ما خلص قبل. مو إنه تكون تاكو كأنها سلطة، واللي صار عندي هني لا أنا يعني قرمتها قرمة ما قدرت أكمل. كمية الصوص كانت قليلة. سكت سكت يلا يلا شيلي ردي سوي وايد حبيتها خاصة هذه عجيبة أوتش. عندنا وايد شغل اليوم، لازم نخلص كل شيء، مو بس لجنة تحكيم، عندنا ضيوف، أهم شيء الأكل يعجبهم أهما، مو لازم نفوز اليوم، أهم شيء هدفنا الأول والأساسي إن الناس يعجبهم أكلها. أكيد أنس ماي سوبر هيرو، أنس مو بس السوبر هيرو والباك بون، أنس أساس الفكرة كلها، يعني وجوده بالمطبخ يساعد، يعني أنا حتى لو أقدر أبطل يسافيني لا أنت بطل لي يا بليز، خلنا أحس أن أنت يعني مو بس قاعد تشاركني بالطبخ، قاعد تشاركني بالمشاعر اللي أنا قاعد أحس فيها. عطني شوية إزاحة، أشيل الفوطة خاف تحترق. حار؟ كل المنتجات والمواد المستخدمة بالتحضير اليوم مقدمة من الراعي الرسمي شركة سيدز. أنس وشريفة، يا هلا، شلونكم؟ الحمد لله. الحمد لله. بشرو، الحمد لله. شلون الأداء؟ والله كل شيء بخير الحمد لله. أوه ربيان عندنا اليوم. اي بحري الاكل اليوم. شنو المنيو شنو بتقدمون ان شاء الله اليوم؟ ان شاء الله راح نقدم لك السيجنتشر مالي بوب كورن شرنك مع صلصه المانجا. تمام. وشريفه انا راح اقدم اليوم كل الاطباق من منيو المانجا. انا راح اقدم سوفت تاكوز مع سوفت شرمب و وذ سمثينج كريسبي اون ذا توب. حلو. وراح نختمها بكيكة أو كنافة المانجا مع الكافيار. أوه عاد اليوم كنت بطلب كنافة. لا لا ممتاز. إن شاء الله تعجبك كنافة. إن شاء الله بإذن الله. أنا أحب إن الناس تجرب الأشياء اللي مو متعودة إنها تجربها، يعني خاصة من ناحية الفاكهة، من ناحية الإدام نفسه، I mean الشريمب. يعني وايد ناس يفضلون انهم ياكلون دياي ولا لحم، وخاصه بالفاكهه ما نشوفها دائما موجوده في الاطباق الرئيسيه. انا برنت تو بيبرز، اوكي، واحد راح احطه هنا حق الديسباتش وواحد حق الكيتشن داخل. اوكي زين، ايتش اوردر جست تيل مي اس سون از اتس ريدي، ليت مي نو ويتش اوردر نمبر از ريدي، انا ويل نوتيفاي ذا كاستمر عشان يستلم. سو احنا بيست اون ذا نمبر، بيست اون نمبرز. اوكي سو يعني الفاتوره واحد طلبها كيت كيت كيت، فالفاتوره واحد زاهر بالضبط.
يعني مو الدشز. وانا بالمطبخ مو انه موضوع ما كنت مرتاحه، بس لان المساحه شويه صغيره، و يعني لازم انا وانس نكون هو في ستيشن وانا في ستيشن، فيعني صعب مرات هو ياخذ ادواتي وانا اخذ ادواته، فيصير فيني يرد المنقط بسرعه. سؤال مهم، estimated time في average لما I punch in an order لما أسوي الأكسبت في estimated time 5, 10, 15, 20, 25 minutes شنو your average تحسه؟ 10 minutes 10 to 15 minutes maximum لأن it does يعني it does clock okay. فأنتوا قولوا لي safest عادي الناس قاعدة 15 okay 15 I average it at 15 minutes إذا خلص قبل it's good for you وإذا ما خلص قبل ينزل بالليت اوكي يعتبر ليت اوردر اوكي كم التايم اللي عندنا 5 10 15 20 25 خلاص نخليه 25 عادي ولا لا انت 25 بس احنا شو ما عندنا خلاص نخليه 20 just in case 20 minutes أهلاً، السلام عليكم، يعطيكم العافية، حياكم الله. Welcome to Beethro Show. Welcome today حق concept the ingredients. Okay. وياكم أنس وشريفة. They are chefs. They're competing اليوم إن شاء الله ويانا عشان يفوزوا معنا. تمام. So step one. أعطيكم both each person a token. هذه access. نفس الوقت هني اللي مكتوب هو البرومو كود اللي تحطونه لما تطلبون. تمام. تروحون صوب الثاني بالقعدات. زين راح تفتحون Beethro application دشون تكتبون the ingredients زين راح يطلع لكم المنيو اوكي تختارون اللي تبونه كل واحد فيكم يختار الاطباق اللي يبيها ميكس الاوردر اول ما يخلص يوصلكم نوتيفيكيشن ان الطلب خلص اوكي تكون تستلمونه مره ثانيه انا وانس اخوي سوينا هذا الكونسبت من سنه فكره المطعم عباره عن the ingredients ان ناخذ مكون واحد في كذا في منيو واحد ونبرز هذا الانجريدينت في اكثر من طبق يعني مثلا اليوم احنا جايبين لكم منيو المانجا منزلي لكم ثلاث اطباق كلها تتضمن الانجريدينت السبيشال المانجا اللي طلبت قالت لي انا ما احب المانجا وانا ما اكل مانجا والمنيو كله عباره عن مانجا احنا الانجريدينت اللي مستخدمينه اليوم اساسه مانجا بس انت الاوردر راح اسويه انا خذ الاوردرز شنو وين ما احطي اياهم خذ الاوردر قام اللي قاعدين يطلبون سوي ابلكيشن اي نو انا شغلي قلاي بس اي سو ليف ات واشتغل بهذا اوكي يلا بس خلص هذه ما شغلي لازم يطلبون عشان يكون حارب حارب هنا شفت لأنه بنغطي اوكي فيرست اوردر يا جماعه بوب كورن شريمب اند وان سوفت تاكو شريمب اوكي نو سويت اوكي تو اوردر بوب كورن شريمب سوفت تاكو شريمب نيكست اوردر كنافة with mango, please. So we have one popcorn shrimp, one soft taco, and one كنافة, okay? Yep. So راح نطلع two order من العصير. والعصير هم حاطينه كorder. انطفى؟ شو طلع؟ Yes, yes. تكه تكه حلا. أهلا. خير الحمد لله. صافي ولا لا؟ ايه زافين شكلكم مو زافين انت يعان؟ انا يعان خلاص خلنا نبرد على قلبك شوي بعصير هذا السيجنتشر مالنا انت ذوقه وقول لي بالعافية جميل الف عافية في مرورة حلوة جد جد في مرورة مرورة ليمون ليمون رايمز هو يعني ما ودي اقول لك بس يعني عرفت الخلطه الرئيسيه هذه اي لا انا بيك تجرب العجيب نجي قوم عجيب بسم الله تسلم منعش في طعم مروره غريب الدهم نفس الشيء شنو هذا الدهم اتوقع حاطين فيه ليمون زست او قشر الليمون معطينا شوي كنا لومي على ماي ورد حسيت شويه لومي على إيه؟ صح يعني في مروره حلوه صراحه انا احط نفسي مكان الزبون نفسه
يعني اذا انا رايحه المطعم اهم شيء عندي كواليتي اوف فود، واهم شيء عندي ايضا سرعه الطلب. اهلا، اوردر نمبر بليز. اوكي، دانا ومريم. اوكي، من مريم من دانا؟ مريم. كنافه دانا تاكوز ان هذا. Please don't forget to rate. Thank you. بين عليهم متعودين بالأوبريشن بالمطبخ. لأن أولاً أنا أول ما دشيت المطبخ شفت هذين محضرينهم بالفرن زاهبين. مو الكل يفكر كذي. لأن وايد ناس اللي مو متعودين بالمطابخ ما يفكرون بالميزو بلاس. ميزو بلاس تدري يعني تحضر شغلك قبل لا ان الاوردر يطلع، راح يسرع عليك عمليه التحضير. فالشلز هذول كلهم كانوا زاهبين للاوردر، ما يطبخونهم تو اوردر، لا في فرق. فاليوم اذا كان في 20 اوردر منهم يقدرون يستقبلون كميه ال 20 وبنفس الوقت يطلعونها يعني من غير ما يتاخرون. ابي انا اوتش ثاني مره احتمل. شريفه دائما لما تشتغل بالمطبخ تسهى مرات وتركز وايد، فيا حرقة ايدها يا حرقة ريلها يا طيحة شيء. انا وايد حبيت الاكل، يعني وايد يناسب ذوقي الشخصي. التاكو اللي فيها جواكامولي هذه حلوه، اي وايد لذيذه. اوردر 17 المفروض دو ان 3 مينتس. اوكي التاكو الحين بدي اخلص الوقت مال هذا. ما تبيني اسوي الشريم التاكو؟ ام دوينج ات انس، بس عندي ثلاثة. إيه سوي الثلاثة، مو لازم تطلعينهم كلهم مع بعض. أوكي. لأن الكمية كانت وايد كبيرة، ومثل ما أنس ذكر إن إحنا بس اثنين، فكان مستحيل إن تكون إيدنا في كل شيء، فكنا لازم نذهب أشياء معينة يعني. نورتونا. Welcome to V3 Show. أتوقع أعطوكم القصة وكل شيء تمام. Okay. So today, Chef أنس وشريفة راح يقدمون لكم كل شيء عبارة عن مانجا. From appetizers, desserts, and main course. دشون تكتبون the ingredient يطلع لكم المنيو. كل واحد فيكم يختار طبق اللي يبي. أول ما يطلبه يوصلنا إحنا الطبق هني. أول ما يخلص أبلغكم تيو مرة ثانية تستلمونه. أهم شيء اليوم كله عقب ما تجربون الأكل راح يطلع لكم review. زين تقيمون الكونسبت عامة وتقيمون every single dish. تمام؟ لأن هذا اللي حدد مصيركم. تمام؟ بس. هم صرنا بينكم دبلكم علينا. Too soft taco. Two popcorn shrimp, two kanafa mango. Okay, one more order. One of each. One of each, okay. Okay. So, and then we need to make three tacos. We need to make three of everything. لما قالوا لك تاكلها بيدك انا استغربت اول شيء، شلون ما كنت مو مبين التاكو فما كنت ادري ان انا شلون دريت، لان شفتهم داخل يحضرون التاكو غير كذي ما تبين. يمكن احنا لان الناس داشه وعارفه ان الكونسبت هو اليجنت فود وشيء فاخر، فمو متعودين ان الشيء الفاخر لازم ينوكل بالايد. فانا وانس حبينا ان نعطي انطباع ثاني، حتى لو الاكل يكون فانسي تقدر تاكله بيدك. التاكو حتى لو كانت مغطيه بذهب نقدر نمسكها وحالاتك تاكلها بيدك. انا اشوف بعد شباب مشكله ثانيه، شوف حاطين لي توكي لازم تشينكس، يعني ما اقدر وايد صعب اني اكلها. هذه تاكو، هذه تاكو بس مغرقه. انا قلت لهم توصفيني توصفيني صح من عينك. خذاني الحماس وصار فيني كتري مش هتخسري يعني، فكثرت بزياده. حلوه بس اول شيء اكيد وايد عكسها. اوه سكت يلا شيلي ردي سوي. وهي قاعد تصب انفجر عليها التاكو كله، عجينة التاكو. فبس والله زين يعني تداركت الموضوع بسرعة، راحت ودتها المغسلة وسوت من جديد وما تأخرنا على الزبون، هذا أهم شيء. ايش رايك فيني بس؟ أنا قلت لك اوكي. شو المشكلة هني؟ اليوم لما تشوح الربيان راح يطلع طعم الربيان، واحنا هذا اللي نبي يطلع لنا طعم. فرضا تبي تطبخ السمكه لازم يطلع طعم السمكه، تطبخ ربيان تبي يطلع طعم مو الاسفره، في فرق. فهني طعم الربيان مو مبين نهائيا، لا الاسفره ولا طعم. انا احب الربيان في كل حالاته، لكن هذه الاول مره للامانه اذوق الطبق هذا. ادينا متي يمكن نقول معروف وشائع فمتعودين عليه، لكن كان لذيذ للامانه.
يمكن اليوم ما تبلنا الربيان بشكل وايد، والأساس من هذا الشيء إن إحنا كنا نبي طعم المانجا يطلع، بس هذا الشيء صار عكسي علينا، إن الربيان صار بدون طعم. هو ما كان مفروض إن نركز على إنجريديان واحد، هو صج الكونسبت مالنا إن إنجريديان واحد، بس لازم نركز على كفاءة الطبق كامل. الحين المنيو بيس اون الانجريدينت اللي هو المانجا، هل حسيت طعم المانجا هني طاغي او مبين عدل او بريزنتد بطريقه صحيحه؟ ما حسيت امانه، مني ما حسيت. يعني احس ممكن اذا زادوا طعم المانجا بالصوص ممكن تظهر زياده. الحين انا حبيت الابروتش مال ان مستعملين المانجا كبيس حق الصلصه، بس بشكل عام مو مبين طعمها. ليش؟ لانها مو حاليه، صوص مو وايد سويت، معطيني انطباع السبايسي صوص، عرفت السبايسي مايونيز، نفس الابروتش. يعني خلطة المانجو شيء جديد غريب بس حلو، يحتاج انه يكون يا اما يكون ديب مور اون ذا صوص او يكون الصوص اون سايد. اصعب بارت بالتحضير كان عندنا اللي هو كافيار المانجا، خذ منه تقريبا 4 إلى 5 ساعات وانا اسوي فيه امس، وشريفة هم كانت قبلها كانت قاعد تسوي فيه، لأن لازم نطلع نقطة من الكافيار اللي هذا اللي ينحط فوق السويت، فهذا أتوقع كان أصعب شيء حضرناه. عندنا آخر شيء هذه الكنافة، تاخذها باليد. هني المانجا ظاهرة حيل، كأنه حلو بيوت. حلو بيوت، أنا سمعت صوت القرمشة، شلونها؟ ممتازة القرمشة، حالات أكبر لانها لقمة حيل صغيرة، او تحطي 3. حتى الكنافة بايتس كانت قد البلوطة على قولتهم، فتنوكل في وان بايت. الكنافة خلطة المانجو معاها، انا ما احب الاشياء اللزجة وايد، لكن ما حسيت فيها الشيء الغريب، ما حسيت فيها ان المانجا، يعني انا عادة المانجا اوكي بروح وهذا بروح، انا مو ذاك زود مع الحلو، لكن كانت عجيبة. شيف ايش رايك اليوم باداء الشيف؟ والله انا مبدئيا ودي بس احييكم على الجهد اللي حطيتوه. انا دشيت المطبخ وشفت اللي مريتوا فيه، يعني انا ارفع لكم اولا القبعه على ان شلون تداركتوا الموضوع. انا ما شفت فيه تاخيرات، صار فيه شويه لخبطه بس يعني ما اشوف انه في اوردر تاخر، وهذا اهم شيء. التجربه اليوم كانت وايد حلوه، مرينا بشويه صعوبات بس الحمد لله كانت التجربه وايد سهله علينا، بس الصعوبات شوية كانت لأن إحنا بس 2 بالمطعم، بس الحمد لله ما كان عندنا أي تأخير، ما كان عندنا أي أغلاط بالصحون، الحمد لله راضين عن كل الصحون اللي قدمناها. أنا قاعد أشوف الكوميونيكيشن اللي قاعد يصير ما بينكم، وهذا هم شغلة وايد مهمة. اليوم المطبخ اللي تكون إدارته صحيحة لازم يكون في الكوميونيكيشن ما بين خلينا نقول الفرونت أوف هاوس والباك أوف هاوس، اللي ماسك خلينا نقول المطعم واللي ماسك المطبخ، وهذه أجن الكوميونيكيشن، يعني ان تكون الصوره او الرؤيه واضحه بالفلور وبالمطبخ. فهذه بس ودي اني ارفع لكم القبعه. ندش على الاكل، وهذا اعتقد اهم شيء. الاكل ما شاء الله كان وايد ناو، طبعا في تعديلات وفي كومنتس انا بعطيكم اياها، لان احس ضروري ان تفهمون اللي قدمتوه، وضروري تفهمون شنو الطريقه اللي خلينا نقول الطريقه الافضل لنحسن على الاطباق. أولاً كانت الفرايد شرمب، المانجا ما حسيت فيها نهائياً، كلش ما حسيت فيها مانجا، وحاشتني حرارة، وأنا ما كنت أدري إنها سبايسي. أنا أكل سبايسي بس في وايد ناس ممكن ما يأكلون سبايسي، فممكن شغلة بسيطة تنحط مثل فرضاً قصة فلفل تنحط فوق الفلفل، ما حد راح يأكل الفلفل، لكن بس شكلياً إنه كأنه إنديكيتر حق الزبون إنه ترى الطبق سبايسي. إيه بالنسبة حق السبايسي يا لنا 2 comments، 1 comment إنه they wish إن كان في more spice، وكومنت ثاني يعلن إن الأكل كان وايد حار، ففي صراحة كان اختلاف بالآراء. بالنسبة لي أنا وأنس أتوقع الاتزان بالحرارة كان ممتاز. مين كورس شكليا كان جميل، بس أنا لأن كنت هني بالمطبخ فشفت إن تاكل، بس أكثر الزباين اللي برا وإحنا سألناهم ما كانوا يدرون إن في تاكل. ليش؟ لأن أنتم غرقين التاكو بالكامل بالأفوكادو وحاطين الشرم فوق، فما تبين التاكو. لما قلتوا لي إني أمسكها وأكلها واجهتني صعوبة جدا اني امسكها، لان ما شاء الله يمكن انتم متوصين فيني زيادة اكسترا اكسترا اكسترا
بس وايد صعب اني اكلها. وغير كذي كنت باكلها بشوكه وسكينه ما قدرت لانها بس الشوكه محطوطه من غير السكينه. كطعم ممتازه بس اعتقد انه وايد بالغتوا من كميه التوبنجز اللي كانت محطوطه وما حسيت بربيان. مو انه تكون تاكو كانها سلطه. واللي صار عندي هني لا انا يعني قرمتها قرمه ما قدرت اكمل. طعمها ممتاز. الجواكامولي ابداع ابداع. الربيان ممتاز بس ما في طعم للاسف. بس الشيء الزين انه ما فيها زفره. وهذه شغله اعتقد هم اساسيه ان الزفر ضروري انه يكون مو متواجد باي طبق وهذا شيء جبار. يبقى عندنا طبعا المانجو عليه بالفوق عجيب مانجو حسيت فيه. فانا ايش سويت؟ خذيت لي الرايس كراكر حطيت لي شويه من الجواكامولي شويه من الربيان شويه من المانجو وكليتها من غير تاكل. من كليتها بالكميات البسيطه هني طلع لي طعم ممتاز. اليوم عطينا كل اللي عندنا اشتغلنا من قلب وعطينا كل الطاقات اللي كنا نقدر. ان شاء الله اذا يعني الله قدرنا وكملنا ما راح نخيب امالكم ان شاء الله.